السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يعطيكم العافية، الله يصبحكم بألف خير. رح ناخذ اليوم شابتر جديد اللي هو شابتر 4 البايو ايزوستيرز. هو شابتر خفيف وسهل وحلو. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. إيش هم هدول البايو ايزوستيرز؟ البايو ايزوستيرز يا جماعة تعرف على إنها مجموعات وسبستيتيونتس، ألكل، أريل، يعني مجموعات وظيفية، هيدروكربونز، ممكن تكون كمان أيونات، لديها تقريبا نفس الفيزيكال والكيميكال بروبرتيز. منبدلهم بينهم وبين بعض شرط إنه لازم الدراج يعطي سيميلر بيولوجيكال اكتيفيتي. بما معنى انه انا في الدراج ديزاين، الشيء الاساسي في الدراج ديزاين ايش هو؟ اللي هو الليد موديفيكيشن. من ضمن بروتوكولات الليد موديفيكيشن شو قلنا؟ قلنا الهومولوجيشن، قلنا كاتينج بيس، قلنا يعني اشياء كثير، تشينجينج فانكشنال جروب. من ضمن هاي البروتوكولات اللي احنا ذكرناها بشابتر 2 امتحنتوا فيها، يدخل البايو ايزوستيرز من ضمنها. يعني دكتورة هذا بروتوكول؟ لا، هي الوسيلة اللي بعمل فيها البروتوكول، اللي هي أنا ببدل مجموعة مكان مجموعة. شرط أساسي هلأ لازم يكون تقريبا نفس الفيزيكال بروبرتيز ليهم. مش بس هيك، شرط أساسي إنه without making significant changes، ماشي، in chemical structure. شو يعني significant changes؟ يعني كله على بعضه الديزاين ما يتغيرش يتشقلب ويصير ديزاين تاني أنا ما أعرفوش. وبالتالي التارجت والمرض اللي تابع للتارجت هذا ما يتغيروا. يعني مش أقوم أنا أعمل بايو ايزوستير موديفيكيشن أسميه بايو ايزوستير موديفيكيشن أقوم أنا أغير المرض، يكون انتي هايبرتنسيف دراج يصير ديابيتك دراج. لا، هذا التغيير ما هواش بايو ايزوستير. على سبيل المثال، هذا مثال بسيط والامثله كثيره في هذا الشابتر. بتحدث هذا المثال عن امينو بايرين والبايو ايزوستيريك موديفيكيشن اللي حصل. ماشي، في عام 1896 أمينو بايرين موجود في الأسواق as an analgesic وأنتي inflammatory drug. لكن في سنة 1922 انسحب من الماركت. ليش؟ لأنه كارسينوجينيك. هذا والله كان دواء منيح. شو عملت شركة روتش؟ دوروا الباحثين فيها مين مصدر الكارسينوجينيك ومين هي الجروب اللي سببت الكارسينوجينيك اكتيفيتي. وجدوا انه هاي النيتروجين، شايفين هالاتوم، هاي النيتروجين. وبالتالي فكروا، قالوا هو والله هاي النيتروجين رغم انها موجوده الداي ميثيل امينو، رغم انها موجوده على خلينا نقول هاي الحلقة هي أروماتيك، لكن والله اللون بير أوف إلكترون نشيط بسبب الداي مثل هدول بيعطوه نشاطية، وبالتالي بيعطوه بسيسيتي ونيكلوفيليسيتي عالية. إيش عملوا؟ فكروا، قالوا إذا شلنا هذه النيتروجين حطينا بدالها سي اتش. وهذا الكلام صح نظريا وليس عمليا. في واقع الحال عمليا شالوا دايميثيل أمين وحطوا بدالها إيزوبروبيل جروب. دايميثيل أمينو جروب شالوها وحطوا بدالها إيش؟ إيزوبروبيل جروب. الأمر الذي أدى إلى إنه الكارسينوجينيك أكتيفيتي راحت. حصلوا مين بعد الموديفيكيشن هذا؟ هذا اللي حصل ليد موديفيكيشن. إيش حصلوا؟ حصلوا بروبيل فينازون. وبروبيل فينازون طبعا
نزل في الأسواق عام 1951، هذا ناتج عن بايو ايزوستيريك موديفيكيشن اوف داي امينو او اوف داي ميثيل امينو جروب واز ريموفد، وبالتالي الكارسينوجينيك اكتيفيتي راحت معها، يعني زي ما تقول راحت واخذت الشر معها. هذا هو مثال بسيط. قولوا لي يا جماعه، هل حصل سيجنيفيكانت تشينج في الاستراكشر؟ لا. هل حصل تغيير كبير في الاستراكشر؟ لا. هل هذا النوع غير بصفه ملحوظه الفيزيكال بروبرتيز والكيميكال بروبرتيز؟ هو حصل تغيير ولكنه ليس ملحوظا، مش التغيير الكبير. يعني ما كان مثلا ما كانش بيس راح قلب اسيد سترونج اسيد، لا. ماشي، يعني ما حصل لا تغيير كبير بالكيميكال ستراكشر، ولا حصل اهم شيء تغيير كبير بالبيولوجيكال اكتيفيتي. بقي البروبين فينازون بقي انالجيسك وانتي انفلاماتوري، لكن شو اللي راح؟ اللي راح الكارسينوجينيك اكشن. تعالوا يا جماعه على اليوتيليتي اوف بايو ايزوستيرز. هو احنا ليش يا جماعه بنعمل بايو ايزوستيرز؟ من ضمن الفوائد اللي بنستفيدها من البايو ايزوستيرز امبروفينج بوتنسي. حلو، يعني انا مثلا البوتنسي او البايندينج مع الريسبتور شوي قليله، انا بدي ازيدها، بقوم انا بعمل بايو ايزوستيريك موديفيكيشن. والبايو ايزوستيريك موديفيكيشن لها اصول حناخدها هلا. ماشي، انهانسينج سيلكتيفيتي. حلو، بيكون والله الدراج بيروح لكن نان سيلكتيفلي، بيروح على التارجت اللي بيعالج المرض، هو بيروح على التارجت وبيعالج المرض، لكن قسم منه بيروح على تارجت تاني بسبب سايد افكت. فهو انا بعمل البايو ايزوستيريك موديفيكيشن علشان ايش؟ علشان ازيد السيلكتيفيتي. الترينج فيزيكال بروبرتيز، بتكون يا جماعه الفيزيكال بروبرتيز مثل السوليبيليتي لايبوفيليسيتي كذا الى اخره، بتكون مقصره مع الدراج. بقوم انا بعمل بايو ايزوستيريك موديفيكيشن علشان احسن شويه فيزيكال بروبرتيز بس، لكن التارجت ما بتغير. ريديوسينج اور ريدايركتينج ميتابوليزم، يس. هلا حنشوف بالامثله القادمه بهذا الشابتر انه بيكون يعني بيكون الدراج ممتاز وبرتبط بالتارجت بوتنتلي، لكن لما بده يجي يطلع برا الجسم بيقوم بخرب عمليه الميتابوليزم. عمليه الميتابوليزم له ما بتتمش، وبالتالي بيكون توكسيك. بعمل تغيير بايو ايزوستيري للجروب اللي بتخرب عمليه الميتابوليزم اللي واقفه حاله، اوكي، بقوم انا بغيرها من غير ما يتغير التارجت او المرض. طيب eliminating or modifying toxicophores، رح ناخد كمان مثال خلال هذا الشابتر انه في بعض الجروبس لما بيحصلها ميتابوليزم بتقلب toxicophores، منشيل هالجروب ماشي وبنحط بدالها جروب تانية بحيث يحصل ميتابوليزم، مش ما يحصل، يحصل ميتابوليزم، تحصل الأكسدة للدرج عشان يطلع برا الجسم، لكن ناتج الأكسدة أو ناتج الميتابوليزم مش توكسيكوفور. شوف هذه acquiring novel intellectual property. شو هذه دكتورة؟ لا أنا هنا ما عندي مشكلة، هنا أنا مثلا في تارجت وفي أدوية هيك بترتبط بالتارجت ولكنها لا تتسم بالنوفيليتي. نوفيليتي يعني إبداع. بقوم انا باخذ هالافكار من الدراجز ماشي وبعدل وبظبط بالليد، اوكي، بحيث ممكن تظبيطه بسيطه للليد او موديفيكيشن بايو ايزوستيريك موديفيكيشن بسيط للليد اللي يخليني احصل على نوفل دراج. تعالوا يا جماعه للمهم، ايش هو البايو ايزوستيرز؟ نوعين، كلاسيكال بايو ايزوستيرز ونن كلاسيكال بايو ايزوستيرز. كلاسيكال بايو ايزوستيرز ما هي الكلاسيكال؟ يعني انا لما اشيل جروب واحط جروب بدالها في الليد موديفيكيشن، متى اسمي هذا التعديل كلاسيكال ومتى اسميه نن كلاسيكال؟ يكون التعديل البايو ايزوستير كلاسيكال اذا ببدل اتومز او ايونز او مولكيولز بينها وبين بعض بحيث
هذه الأتومز أو الأيونز أو الموليكيولز لديها the same peripheral layer of electrons. لحظة دكتورة، شو يعني peripheral layer of electron؟ يعني عدد إلكترونات المدار الأخير، الفالنس شيل اوف الكترون. يعني دكتور احنا بدنا نقعد نعد الالكترونات. ايوه بدك تقعد تعد الالكترونات، والالكترونات عدها ليس بالامر الصعب، هو امر يسير جدا. ماشي. ثاني الكلاسيكال باي ايزوستيرز، هي تلك الايزوستيرز التي تتشابه بنمبر اوف فالنس شيل اوف الكترونز. نمبر اوف فالنس شيل اوف الكترون بيكون متساوي 4 4 5 5 10 10. ماشي. ما في بينهم اي فرق، هذا اسمه كلاسيكال بايو ايزوستيرز. يعني الديزاينر شغلته عملته ايش؟ يحسب عدد الالكترونات. وكيف دكتوره هلا اعرف عدد الالكترونات؟ نرجع للجدول الدوري، عدد الالكترونات الفالنس شيل اوف الكترون. تعالوا يا جماعه، انتم بتعرفوا يا جماعه جروبس A1 و A2 و A3 و A4 و5 و6 و7، بدياكوا تركزوا على هذه الجروبس وتنحفظ حفظ. يعني 1A و4A و5A و6A و7A والأتومز اللي بتنتمي لها. مش مطلوب منك تحفظ الجدول الدوري كامل، مطلوب منك تحفظ العناصر اللي بتكون منها أي درج في الدنيا. وأهم عنصرين من هم الكربون والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين ودمتم. ماشي. طيب يا جماعة، عدد لازم تعرف إنه number of valence shell of electron يساوي عدد أو رقم الجروب. نيجي للهيدروجين، number of valence shell of electron قديش يا دكتورة؟ الهيدروجين في إلكترون واحد يتيم، إذا فعلا number of valence shell of electron إله واحد، وهو يساوي مين؟ number of group 1A. تعالوا على أربعة. طب دكتورة وين اثنين وثلاثة؟ اثنين وثلاثة يا جماعة فلزات، ونادرا ما نلاقي درج في فلز. أوكي؟ نادرا ما نلاقي درج في فلز. طيب تعالوا يا جماعة على 4A. 4A يا دكتورة بتندرج تحتيها الكربون والسيليكون. Number of valence shell of electron أربعة. أنت عندك شك إنه الكربون فيها أربع إلكترونات بالفالنس شيل؟ طب هي كيف بتعمل أربع روابط؟ لأنه عندها أربع إلكترونات. صح ولا لا؟ إذا number of a group it's 4A، اللي هي number of valence shell of electron of electron للكربون والسيليكون اللي تابعين إلها. تعالوا على خمسة، من عندي نيتروجين وفوسفورس، number of valence shell of electron إنهم قديش؟ 5. تعالوا يا جماعة على ستة اللي بندرج تحتيها أكسجين والسلفر، إيش number، ما هو number of valence shell of electrons؟ 6. تعالوا يا جماعة على 7. 7 يا جماعة أنا عندي هنا الفلور، الكلور، البروم، الأيودايد، اليود، كلياتهم number of valence shell of electron قديش؟ 7. ماشي. حفظناهم، المفروض نكون حفظناهم. وتعالوا على أنواع الكلاسيكال بايو ايزوستيرز، مثل إيش يا دكتورة؟ تعالوا على المونوفالنت، monovalent atoms or groups. ما معنى كلمة monovalent atoms and groups؟ لنفرض أن هذه G هي monovalent atom or group، وهذا هو الدرج. monovalent atoms اللي هي تلك الأتومز أو الجروبس التي تتصل بالدرج برابطة واحدة أو من جهة واحدة. يا دكتورة يعني هي terminal. أيوة terminal. والterminal group أنتم بتعرفوا بدها تكون جروب طرفية، اللي بعديها ما فيش درج، عندها بنتهي الدرج. ماشي. طيب خلينا نشوف امثله. اذا monovalent atoms هي تلك الجروبس او الاتومز اللي بترتبط بالدرج برابطه واحده بس، مثل تعالوا نشوف يا جماعه الهيدروجين والديتيريوم. دي يعني ديتيريوم. مين الديتيريوم هذا يا دكتوره؟ هو النظير الثقيل للهيدروجين، النظير العنصر الثقيل للهيدروجين ديتيريوم. إذا الهيدروجين هو أخف عنصر في العالم، أخف عنصر في العالم اللي هو الهيدروجين، وبيبدأ في الجدول الدوري وبينتهي الجدول الدوري بأثقل عنصر بالعالم. شوف مش عارفه 107 ولا 108، مش عارفه كم عنصر وصلوا. أوكي؟ نيجي للديتيريوم. الديتيريوم هو النظير الثقيل. وشو القصة دكتورة؟ بقدر أشيل الهيدروجين من موقعها في الدرج،
وحط بدالها ديتيريوم. ليش يا دكتور؟ لأنه الهيدروجين بحكم موقعها في الدرج بتعمل مشاكل، بشيلها وبعمل بلوك لموقعها. مين بحط؟ ديتيريوم. تنحل المشكلة. قديش عدد الإلكترونات هون يا دكتورة؟ واحد. How many valence shell of electrons here? One. تعال يا دكتورة على فلور وهيدروجين، بقدر أشيل الهيدروجين من موقعها في الدرج وبحط الفلور. ويا ما في جروبس ويا ما في دراجز ار فلورينيتد، 20% من الدراجز الموجوده في الماركت ار فلورينيتد زي ما بتعرفوا. اوكي لحظه دكتوره، لحظه يا دكتوره الله يخليكي. فلور وهيدروجين، نعم الفلور 7 والهيدروجين 1. ايه بعدين؟ طيب دكتوره كيف يعني؟ مش لازم يكونوا ايدنتيكال وبيساووا بعض بالفالنس شيل اوف الكترون؟ الجاب الواحد لسبعه، ها هذه حاله شاذه، اكسبشنال كيس، الفلور والهيدروجين. ليش يا دكتوره؟ على اي اساس؟ على اي اساس؟ هم اعتبروا الفلور والهيدروجين كلاسيكال بايو ايزوستيرز للسببين التاليين. اول سبب، تقريبا حجم الفلور تقريبا يساوي حجم الهيدروجين، بمعنى آخر القطر الذري للفلور يساوي القطر الذري تقريبا للهيدروجين بالإنجستروم. هذا أول سبب. ثاني سبب، بما أنه الهيدروجين تحتاج أو أن تفقد أو تحتاج أن تكسب إلكترون حتى تصل إلى أقرب غاز نبيل إلها الهيليوم، أيضاً الفلور تحتاج أن تكسب إلكترون واحد حتى تصل إلى أقرب غاز نبيل إلها اللي هو النيون. إذا اعتبروا الفينس شيل أوف إلكترون واحد، يعني قديش دكتورة؟ هنا بعتبروا واحد بس. أنا هنا ما رح أسأل لما أجيب حالة الفلور والهيدروجين، ما رح أسأل عن عدد الفالنس شيل اوف الكترون عشان طالب ما يتلخبط. هون بعتبروه واحد مجازا كحاله شاسه، ماشي؟ اذا بما انه الهيدروجين تحتاج ان تكسب الكترون واحد حتى تصل الى اقرب غاز نبيل له اللي هو الهيليوم، تحتاج الفلور ايضا ان تكسب الكترون واحد حتى تصل الى اقرب غاز نبيل له اللي هو النيون. هذا هو وجه الشبه. الفلور والهيدروجين are classical bioisosteres كحالة شاذة، exceptional case. تعالوا يا جماعة على NH2OH، هل هم مجاميع طرفية؟ نعم يا دكتورة، خلونا والله نعد، عدوا يا جماعة. ستة، الأكسجين ستة والهيدروجين واحد، سبعة. الأكسجين ستة والهيدروجين واحد، سبعة. طيب هل NH2 سبعة؟ خلينا نعد. النيتروجين خمسة والهيدروجين اثنين، ماشي اثنين في واحد، أنا عندي هون هيدروجينتين، اثنين في واحد اثنين، اثنين زائد خمسة سبعة. إذا هدول الاثنين are classical bioisosteres، OH وNH2 are classical bioisosteres، وعدد الفالنس شيل أوف إلكترون تبعهم سبعة. تعالوا يا جماعة على الكحول والثيول، OH وSH، شو حكينا الـ OH؟ سبعة، طب SH سبعة؟ طبعاً، السلفر سبعة والهيدروجين واحد، عفواً، السلفر ستة والهيدروجين واحد، واحد زائد ستة سبعة. تعالوا على فلور وهيدروكسي وأمينو ومثل جروب، هدول شلة سبعة، اكتبوا 7 إلكترونز. كيف يا دكتورة؟ حكينا أنه الفلور سبعة، أي الفلور سبعة ماشي، والأو اتش واحد زائد ستة سبعة، NH2 قبل شوي حكيناها 2 زائد 5 7، و CH3 3 زائد 4 7. تعالوا على CL والBR والSH والOH، كل هدول شلة 7 ماشي. هذا هو فيما يخص المونوفالنت اتومز اور جروبس. تعالوا يا جماعه على الدايفالنت اتومز اور جروبس. مين هدول يا دكتورة الدايفالنت أتومز أو الجروب؟ هي تلك الأتومز أو الجروبس التي تتصل بالدرج من جهتين،
يعني عاملة رابطين مع الدرج، فإما أن تكون طرفية برابطين وإما أن تكون وسطية برابطين. هون الطرفي والوسطي divalent atoms. تعالوا نشوف هدول الشلة الأولانية، هدول المجموعة الأولى وهي مجموعة 10 electrons. خلينا والله نشوف الدور. الثيون والكربونيل نبدأ فيهم هدول الاثنين. يا رب يعطيني ألم هون، مش عم بيعطيني الألم، متأسفة. أبدأ من أول وجديد، مش عم بيعطيني ألم، بس أنتم معكم إلام. المؤشر مش عم بيعطيني إياه. يس. طيب السلفر والكربون هدول الاثنين سي اس دبل بوند، مالهم يا دكتوره؟ هدول بيرتبطوا، يعني هاي الكربونه بترتبط بالدرج برابطين. اوكي، الكربون 4 والسلفر 6، 4 و6 10. تعالوا على الكربونيل، تعالوا على الكربونيل. الكربونيل هنا ايضا هذه الكربونه شايفينها شكل الكربونيل بتعمل رابطين مع الدرج. هدول على فكره هدول الاثنين وسطيات. طيب الاكسجين قديش؟ 6 والكربون قديش؟ 7 سوري 6 والكربون قديش؟ 4. 6 و4 10. السؤال اللي بيطرح نفسه هلا، سي ان دبل بوند ايمين والكين كربون كربون دبل بوند، هل هدول بكافئوا العشرة؟ بيقول لك بكافئوا العشرة بشرط. لحظة شوي دكتورة، شو بكافئوا العشرة؟ دكتورة 4 و5 9 ما بكافئوا العشرة. طب هون 4 و4 8 ما بكافئوا العشرة، كيف صارت؟ بكافئوا العشرة بالشرط أن تكتمل كل أتم في المجموعة الأوكتت. ماشي؟ تعالوا هون، هاي كربون كربون دبل بوند، تفضل. أن تكتمل أن تكتمل الكربون بشو؟ أن تكتمل الكربون وتكتمل كل ذرة بالأوكتت. شو يعني الأوكتت؟ إنها خلص تعمل الروابط المطلوب منها، تعمل عدد الروابط المطلوب منها كما في المثال التالي. أي تمام دكتورة. هذا درج وهاي الكربون كربون دبل بوند شايفينها؟ هيها موصولة بالدرج طرفية ولكنها مربوطة بالدرج برابطين، صح ولا لا؟ صح. اي دايفالنت ولكنها طرفية. تعالوا على الكربون الأولانية اللي على اليسار، هل هي واصلة الأوكتت؟ بمعنى هل عاملة 4 روابط؟ نعم، 2 و2 4. إذا هاي الكربونة مش ناقصها شيء. تعالوا على الكربونة هاي من غير الهيدروجينتين، هل هي واصلة الأوكتت؟ لا. هذا كلام ينفع كده؟ لا ما ينفعش. اذا الكربونه هذه كم رابطه عامله مع اختها الكربونه؟ رابطين. طب بضل رابطين وين، من وين اجيبهم؟ بضل رابطين. اذا الرابطين هذول بكملهم وبوفيهم بالهيدروجينتين. هيك زبط الفيلم. خلونا نعد 4 و4 8 و2 10. تعالوا هنا على مثال ثاني، لنفرض أن الكربون كربون دبل بوند تتوسط للدرج، على يمينها part of drug وعلى شمالها part of drug. هل الكربون غير الهيدروجينات، هل الكربون اللي على اليسار واصلة الأوكتت؟ لا، لأنه عاملة رابطين مع أختها الكربونة ورابطة واحدة مع الدرج. طب وين الرابطة الرابعة؟ بحط هيدروجيني بتصير 4 روابط. تعالوا على الكربونة الثانية من الناحية الثانية، من غير الهيدروجين هل هي وصل الأوكتت؟ لا، لأنها عاملة رابطين مع أختها الكربون ورابطة واحدة مع الدرج. إذا صاروا 3 روابط بصير هيك؟ لا. إذا بدنا نكمل الرابطة الرابعة كيف نكملها؟ بنكملها بالهيدروجين. هيك يا جماعة زبط الفيلم. خلونا نعد 4 و4 8 وهيدروجينتين 10. بهيك الألكين بتكافئ العشرة بشرط أن تكون الكربونتين واصلين الأوكتت بالعد. لما باجي بعد
بيكونوا مربوطين بهيدروجينات توصلهم الأوكتيت. تعالوا يا جماعة على الإيمين نفس الشيء. الإيمين اللي هي CN. تعالوا على الكربون. طبعاً الإيمين CN هي طرفية وعلى طرف الدرج. مربوطة هاي. سوري. الإيمين مربوطة بالدرج برابطين إذن هي دايفيلنت. الكربوني. هل هي واصلة الأوكتيت؟ نعم. واصلة الأوكتيت. عامل رابطين مع النيتروجين ورابطين مع الدرون. هي أربع روابط. تعالوا على النيتروجين هون. هل هي وصل الأوكتيت من غير الهيدروجين؟ لا. مش وصل الأوكتيت؟ لا. إذن النيتروجين دابل بوند عامل بس دابل بوند مع الكربون. طب وين البوند الثالثة؟ البوند الثالثة بوفيها بهيدروجين. طب دكتورة أوفيها بإشي تاني؟ لا. هيدروجين. بس. تكون مستوفى الأوكتيت بالهيدروجينات. هيك يا جماعة زبط الفيلم. 5 و1 6 و4 7. أو الإيمين مجموعة الإيمين ممكن تتوسط تدرج. تعالوا على النيتروجين رابطة مع الدرج ورابطين مع الكربون. هي وصل الأوكتيت. هي 3 روابط. تعالوا على الكربون. الكربون من غير الهيدروجين وصل الأوكتيت؟ لا يا دكتورة. رابطين مع النيتروجين ورابطة مع الدرج. اوكي هي 3 روابط. واتش ها واتش وحده هي صارت 4 روابط. اذا وصلت الكربون للاوكتيت. خلونا نعد 5 و4 9 و1 10. اذا الامين والالكين تكافئ سي او دبل بوند وتكافئ سي اس اذا كانوا المجموعتين هذول واصلين الاوكتيت بعد الهيدروجين. إذا كانوا واصلين الأوكتيت بالهيدروجين. تعالوا يا جماعة على السلفر والأكسجين هدول 6. هل بكافئوا NH؟ هدول وسطيات. هل بكافئوا NH؟ نعم بكافئوها لأنه NH 5+1=6. هل بتكافئ الميثيلين؟ هذه ميثيلين لأنها وسطية. هل بتكافئ الميثيلين؟ نعم بكافئوها لأنه 2+4=6. إذا اللاين التحتاني 6، اللاين الفوقاني 10 كربون. ونيجي يا جماعة على الدرج الترايفالنت أتومز أو الجروبس. هو هي تلك الجروب التي تتوسط للدرج وبتعمل معاه 3 روابط ترايفالنت. مثل مين يا دكتورة؟ أشهر من نار على علم النيتروجين والسي اتش. النيتروجين هيها 5 بتكافئ السي اتش. يعني بقدر أشيل النيتروجين من مكانها في الدرج وأحط بدالها سي اتش؟ يس يو كان. نعم هذا بايو إيجستريك كلاسيكال موديفيكيشن. 5+4+1=5 بكافئوا بعض. تعالوا يا جماعة على تترا سبستيتيوتد أتومز. شو يعملهم هذول تترا سبستيتيوتد أتوم؟ والله دكتورة مبيني هي تلك الأتومز أو الجروبس التي تتوسط الدرج وبتعمل مع الدرج 4 روابط. طب والله مين هم هذول الجروبات أو الأتومز؟ أشهرهم اللي بيعملوا مع الدرج 4 روابط الكربون السيليكون ومين كمان؟ النيتروجين بلس. شو القصة؟ شو هذا النيتروجين بلس؟ نعم النيتروجين بلس. لحظة هل الكربون بكافئ السيليكون؟ طبعا يا دكتورة ما هم بنفس المجموعة. أيهم؟ مجموعة الرابعة. أيهم؟ 4. إذن 4 بتكافئ 4. بقدر أنا أشيل السيليكون وأحط كربون؟ نعم والعكس صحيح. تعالوا على N بلس. الN يا جماعة اتفقنا إنها 5 لكن لما تحمل البلس إيش معناته؟ معناته 5-1 إنه النيتروجين خسران إلكترون. 5-1 أوكي؟ أهي 5-1 خسران إلكترون. طب 5-1 قديش؟ 4. إذن N بلس تكافئ سيليكون تكافئ كربون كتترا سبستيتيوتد اتومز. تعالوا يا جماعه على الرينج ايكويفالنت. كنا يا جماعه ذكرنا في الباكليتاكسين او في التكسول اللي ما اجاش في الامتحان. كنا يا جماعه حكينا وقلنا انه الفينيل او البنزين من يكافئها؟ مين الايزوستير؟ مين البايو ايزوستير اللي بكافئها؟ بكافئها البيريدين والتولوين. احنا ما لناش في التولوين هلا لانه غير بايو ايزوستير. اوكي طيب هلا البيريدين والبنزين ار كلاسيكال
بايو ايزوستيرز على أي أساس؟ إذا نظرنا على التغيير اللي بينهم، كأنه النيتروجين بتنزاح، بتروح النيتروجين تنحط محلها CH. طيب النيتروجين 5، هل تكافئ CH؟ نعم، 4+1=5، صح ولا لا؟ هذا غير يا جماعة، نفس الفلات، نفس الأروماتيسيتي، 6 إلكترون أروماتيك إلكترونز أو 6 باي إلكترونز، وأنا عندي هنا 6 باي إلكترونز. بلانر، البلانارتي موجودة يا جماعة، في تغير في الفيزيكال بروبرتي اللي هي مين؟ الهيدروفيليسيتي واللايبوفيليسيتي، بس هذا هو. لكن أنا بضطر أشيل الفنل وحط محلها بيريدين علشان ينعيد الدرج والعكسه صحيح. أوكي؟ طيب تعالوا يا جماعة على الأمثلة الحلوة هاي، وكلها أمثلة سهلة وبيجي منها في الامتحان. أستطيع أن أبدل الهيدروجين بالديتيريوم ككلاسيكال بايو أيزوستيريك موديفيكيشن، صح؟ صح. طيب وهل أستطيع أبدل قديش الفالنس شيل أوف إلكترون؟ الفالنس شيل أوف إلكترون دكتورة حوالي 1. طيب تعالوا على الفلور والهيدروجين، هل أستطيع أن أبدل الهيدروجين بالفلور والعكس صحيح؟ نعم دكتورة بتقدر تبدلي، وأنا عندي هنا حالة شاذة. تعالوا يا جماعة، هل الـ NH2 والـ OH والـ SH الثيول والكحول الهيدروكسي والأمينو هل بكافئوا بعض؟ هل ممكن أغير أي واحد في الثاني بالدرج؟ نعم بقدر أغير أي واحد بالدرج. طب دكتورة هل هم كلاسيكال بايو أيزوستيرز؟ يس كلاسيكال بايو أيزوستيرز. قديش الفالنس شيل أوف إلكترونز؟ 7. 1+6 7، 1+6 7، 2+5 7. تعالوا يا جماعة المونوفالنت أتومز، فلور وهيدروكسي وNH2 أمينو وCH3، هل بكافئوا بعض وبيعطوني 7؟ نعم الفلور 7 والOH 7 1+6 والNH2 2+5 7 والCH3 3+4 7. فلورو والهيدروكسي والأمينو والميثيل جروبس آر كلاسيكال بايو أيزوستير، ماشي؟ بعدنا يا جماعة بالمونوفالنت، عندي الكلور والبروم والأو إتش والأس إتش، عندي إياهم، هل هم كلاسيكال بايو أيزوستيرز وعدد الإلكترونات 7؟ نعم this is true، 7 7 61 7 61 7، بقدر أغير أي واحد محل تاني، بقدر أشيل الـ OH أحط محلها BR تنحل المشكلة، بقدر أشيل الـ OH أحط محلها SH تنحل المشكلة. تعالوا يا جماعة على الـ Divalent Electrons، للأسف يا جماعة أنا ما عندي، ما بيعطيني ألم، لكن هنا كاربون هيدروجين، اكتب هنا هيدروجين، أنا عندي هاي الكاربون في عليها هيدروجين، بدنا نحسبها، عندي هنا هيدروجين، عندي هنا هيدروجين، عندي هنا هيدروجين، عشان أحسب منيح، خلوني أشوف هدول الاثنين اللي جنب بعض، ماشي؟ إيش عندي هون دكتورة؟ أنا عندي هنا دكتورة كاربون هيدروجين، دبل بوند كاربون هيدروجين، هل تكافئ كاربون هيدروجين دبل بوند إن؟ هذا إيمين وهذه ألكين، هل بتكافئها؟ طب دكتورة نعد، 4+1=5 4+1=5 5+5=10 هل أنا عندي هنا 10؟ أشوف 5+4+1=5 5+5=10 نعم الإيمين الوسطية هاي تكافئ كاربون كاربون، يعني CH دبل بوند CH الوسطية الألكين الوسطية. أوكي تعالوا على اللاين اللي تحت، شو صار؟ شلنا الميثيل جروب وحطينا بدلها هيدروجين، الهيدروجين بتنعد ولا لا؟ بتنعد الهيدروجين ولا ما بتنعدش؟ بتنعد. طيب هل هدول بكافئوا بعض؟ الإيمين الطرفي مع الألكين الطرفي بكافئوا بعض؟ طب دكتورة خلونا نحسب، 4+2=6 ماشي، و4+1=5 6+5=11 هل أنا عندي هنا 11؟ نعم 5+1=6 و4+1=5 6+5=11
بعدنا يا جماعة بالديفالنت الطرفي، هل كل هاي الشلة اللي انتم شايفينها بتكافئ بعض؟ خلونا نشوف. ما تنسوا يا جماعة انه هذه الدهايد كربون هيدروجين، هذه هيدروجين الدهايد بتدخل في الحسبة الدهايد. ماشي، هيدروجين هذا التيون. اوكي، انا عندي هنا هيدروجين، هيدروجين الالكين، هيدروجين الالكين. ماشي، طيب ستة وأربعة عشرة واحد 11. هل أنا عندي هون 11؟ طبعا. 2 و 4 6 و 5 يعني 4 و 1 5 6 و 5 11. نيجي هون لليمين الطرفي 6 يعني 1 و 5 6 زائد 4 و 1 5 6 و 5 11. عندي هون هذا 6 زائد 4 و 1 5 6 و 5 11. اوكي يا جماعه، تعالوا يا جماعه الكربونيل واليمين الطرفي، شايفين الاكس الكبيره شو مزعلهم؟ طب احنا مش قبل شوي حكينا انه هذه شله 11، ليش هاي الاكس؟ ارجع تاني اشوف انا شو قارنت. قارنت انا هنا الكربونيل مع اليمين الطرفي وليس اليمين الوسطي، صح ولا لا؟ طيب خلينا اشوف، يعني انا عندي هنا ان اتش، شو اللي حصل هنا؟ شالوا الاتش وحطوا ميثيل، شالوا الاتش وحطوا ميثيل. طيب سي او دبل بوند اتفقنا 11 6 وسي اتش 5 11. طب انا عندي هنا ايش؟ 5 زائد سي اتش 5 10، ال 10 لا تطابق ال 5، عفوا ال 10 لا تطابق ال 11. دكتور هذه مش كانت، هذه لما كانت طرفيه وعليها هيدروجين كانت ايش؟ كانت 11. هلا لما شالوا الهيدروجين وحطوا مثل، المثل ما بتنعد لانها جروب لحالها، فلما شالت الهيدروجين صاروا 10. بعدنا بالدايفالنت وهي كله وسطي، هل ان اتش بقدر اشيلها واحط بدلها سي اتش 2؟ بقدر اشيل واحط او او اس؟ خليني اشوف. 6 وستة بقدر أبدل هدول الاثنين مع بعض، بقدر أبدل كمان 5 و 1 6 4 و 2 6. إذا NH CH2 أكسجين و السلفايد، ماشي، هدول كلهم R classical bio isosteres divalent. تعالوا يا جماعة للترايفالنت، تركيزنا على مين؟ على CH، لأنه كلهم زي بعض. تركيزي على مين؟ هل بقدر اشيل السي اتش واحط بدالها النيتروجين والعكس صحيح؟ نعم، النيتروجين 5 والسي اتش 4 زائد 1 5. ايش هذا الاكس الكبير؟ بتقول لك هذا، شايفه هذا؟ هذا ما بكافئ هدول الاثنين. ليش؟ لانه مش 5 4 كان، ان شاء الله شالوا الهيدروجين وحطوا 7 6 وحطوا مثل، شالوا الهيدروجين وحطوا مثل، وبتقول مثل مش داخل في العدد. شو صفى انا عندي هنا؟ أربعة، والأربعة ما بتكافئ الخمسات. تعالوا يا جماعة على تيترافالنت أتومز. تيترافالنت أتومز يا جماعة هي زي الكربون أربعة، سيليكون أربعة، بكافئوا بعض أربعة. تعالوا على النيتروجين، هل هي أربعة؟ نعم، لأنها نيتروجين بلس، خمسة ناقص واحد أربعة. رينج إكويفالنت، شو القصة؟ القصة يا دكتورة إنه بهذه الرينج إكويفالنت، لاحظوا أنا عندي هنا إيش؟ بنزين رينج، وإيش عندي هنا؟ بيريدين. بشيل البنزين رينج وبحط البيريدين، إيش معنى؟ دققوا هون، اثنيناتهم البنزين والبيريدين بنفس الموقع، اثنيناتهم البنزين والبيريدين أروماتيك وعندهم the same number of pi electrons. ماشي؟ طب شو اللي تغير على وجه التحديد؟ بتغير يا دكتوره النيتروجين 5 حطينا بدلها سي اتش 4 زائد 1 5، اذا البنزين بتكافئ البيريدين. بقول لك لا هذا بكافئ هذا ولا هذا بكافئ هذا، بس هدول الاثنين في اللاين التحتاني بكافئوا بعض. شو صار؟ انا اقول لك شو صار. شالوا النيتروجينه حطوا محلها اكسجينه، وبعدين واضافوا هنا اتش،
يعني راحت الدبل بوند، راحت الدبل بوند وتباعا لها راحت الاروماتيسيتي. ماشي؟ وبالتالي يا جماعة هذا داين وليس أروماتيك. وعلى فكرة هذه الأوكزين أو الأوكزادين، أوكزادين سايكلوهيكسا أوكزادين، ماشي؟ هذا ليس بلانر، لا مش بلانر لأنه مش أروماتيك. يعني شايف هذه هاي هاي هدول الاثنين طالعين لبرا الصفحة، بينما البريدين ماشي على مستوى الصفحة بلانر. هذا مش بلانر، الجاب لجاب. بعدين تعالوا هون، النيتروجين هنا 5، الأكسجين 6، الجاب 5-6 بكافئوش بعض. إيش عملوا هون بالبنزين؟ حولوا البنزين لسايكلوهيكسادين. كيف يعني؟ يعني إجوا هنا عملوا هيدروجينيشن للدبل بوند، هاي ضافوا هيدروجيني هنا وضافوا هيدروجيني هون، صار عندي هيدروجينتين. هلا بالبنزين وانكسرت الاروماتيسيتي وصار عندي سايكلوهيكسادين. وانت بتعرف يا جماعه انه السايكلوهيكسادين ليس بلانر وليس اروماتيك. يعني هدول الاثنين طالع، هاي هاي طالع على برا وهي فايته، مش عارفه فايته جوا المكون. اوكي، يعني مش على المستوى. بعدين تعالوا جاي 5+1=4، 4+1=5، وأربعة زائد اثنين ستة، الجاب الستة للخمسة. لكن هدول الاثنين المركبين والأيزوستيرك هذا موديفيكيشن إز كلاسيك لأنهم بكافئوا بعض، الستة بتكافئ الستة. نتوقف عند هون يا جماعة عند النون كلاسيكال بايو أيزوستيرز عشان نكمل إن شاء الله. الكويز إن شاء الله راح يكون يوم الخميس في تشابتر 3. تابعونا وتابعوا إعلاناتنا إذا حدث أي تغيير ما. أوكي؟ هذا الكويز هنحسب من خلاله علامة المشار. أوكي؟ شكراً كثير يا جماعة لحضوركم المتميز، حياكم الله. الله يعطيكم ألف عافية. الله يعافي قلبك. دكتورة علامة المشاركة كلها عليكم.